تعال نشوف اللي بيحصل الحقيقة من تداعيات الرفض العربي والدولي بتاع الاتفاق لرفض الاتفاق الإثيوبي مع ما يطلق عليه أرض الصومال أو سوماليا لاند. إثيوبيا عايزة تمضي قدما في هذا الاتفاق، هي والحكومة غير المعترف بيها واللي مسمية نفسها سوماليا لاند أو إقليم أرض الصومال، أو بيدعوا إن هم دولة اسمها أرض الصومال إلى آخره، وبالتالي إنه التداعيات سوف تكون وخيمة على الكل. وعلى ما يبدو لا إثيوبيا مقدرة حجم ما تفعل ولا سوماليا لاند مقدرة حجم ما هي مقبلة عليه. معنا على التليفون كاتبنا وخبيرنا الكبير في الشؤون الإفريقية الأستاذ عطية العسوي. أهلا بك يا أستاذ عطية. أهلا يا أستاذ يوسف، أهلا وسهلا أستاذ عطية. يعني هل إثيوبيا مستوعبة ما هي مقدمة عليه أو ما هي مصرة عليه، وهل سوماليا لاند أو أرض الصومال مستوعبين ما هم مقدمين عليه أيضا؟ يعني للأسف الشديد يبدو أن الحكومتين لا تقدران عواقب المضي قدما في هذا في هذه الاتفاقية، أو التي ما زالت مجرد إعلان نوايا لأنها مذكرة تفاهم لم تأخذ بعد حجم شكل الاتفاق النهائي ولم يتم التصديق عليها من البرلمانيين. ولكن التجاهل الطرفين يرجع حتى الآن، يعني لا نعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك، ولكن تجاهل الطرفين لهذه الاحتجاجات وهذا الرفض لمذكرة التفاهم يرجع إلى حاجة إثيوبيا الملحة إلى ميناء تجاري على البحر، لأنها أصبحت دولة حديثة بعد انفصال إريتريا عنها في عام 1993، وأيضا حاجة الأرض الصومال الملحة لاعتراف ولو دولة واحدة بها كدولة مستقلة، لأن العالم لم يعترف بها منذ انفصالها عام 1991 عن الصومال الأم أو جمهورية الصومال. حاجة إثيوبيا تؤكدها ما قاله أبي أحمد رئيس الوزراء عندما قال إنه لا أحد يعلم حتى الآن ما الذي سيحدث في المستقبل إذا لم يتم الاستجابة لطلب إثيوبيا سلميا، وأركز هنا على كلمة سلميا، الحصول على منفذ على البحر. فطبعا معنى هذا أنه يقول بشكل ضمني أنه إذا لم يحصل على هذا الميناء سلميا فسوف يحصل عليه بالقوة المسلحة. ولماذا لا يذهب أبي أحمد إلى جمهورية الصومال، يذهب إلى العاصمة مقديشيو، يطلب منهم أن يقوم بإنشاء أو استئجار أو استغلال ميناء على البحر في الصومال؟ لماذا لا يذهب إلى إريتريا؟ يعني لماذا لا يسلك المسلك القانوني الطبيعي المتعارف عليه؟ لماذا ذهب إلى دولة غير معترف بها أصلا؟ لأنها هي الحلقة الضعيفة في المنطقة. هو يستغل حاجاتها الملحة إلى الاعتراف والمساعدات، وفضلا عن أنها أقرب نقطة للأراضي الإثيوبية من حيث المسافة. لكن طبعا القانون الدولي يوجب على أبي أحمد أن يحصل على موافقة مقديشو حكومة الصومال الأم طبعا. أولا لأن أرض الصومال ما زالت إقليما من أقاليم الصومال صحيح. لأنه لم يعترف بها أحد، وبالتالي كان يجب أن يحصل على موافقة الحكومة في مقديشو أولا، ثم الحكومة المحلية وهي حكومة أرض الصومال، قبل أن يتوجه ويتجاهل حكومة الصومال ويتسبب في هذه المشكلة. طبعا السبب أنه يعرف أن بسبب تدخل إثيوبيا المستمر عسكريا في الصومال هناك كراهية من الشعب الصومالي للإثيوبيين،
فضلا عن النزاع القديم على إقليم أوجادين ذي الأغلبية من أصل صومالي، هذا الإقليم إثيوبي بمقتضى يعني، وهو عمليا إقليم محتل من نعم، هو منحته بريطانيا ظلما لإثيوبيا. صحيح. وطبعا يعني وفقا لميثاق الاتحاد الأفريقي الذي كان منظم الوحدة الأفريقية، ممنوع تغيير الحدود بالقوة المسلحة، الحدود الموروثة عن الاستعمار، حتى لا عفوا لا تتحارب الدول الأفريقية مع بعضها البعض. طبعا لم يلجأ لإثيوبيا، عفوا لم يلجأ لإريتريا، لأنها وبينها إريتريا هذه النقطة حساسة بالنسبة طبعاً لها، وتخشى أن تعود إثيوبيا للمطالبة باحتلال أراضي إريترية بعد أن كانت قد سيطرت عليها لعشرات السنين منذ وضع إريتريا بعد انسحاب إيطاليا، وضعت تحت الوصاية الإثيوبية حتى يتم تقرير مصيرها. طيب أستاذ عطية، هل يستطيع أبي أحمد أو يجرؤ أبي أحمد على الدخول في مواجهة مسلحة مع إريتريا أو مع الصومال؟ يعني إن أصر على اتفاقه مع أرض الصومال إذا صح التعبير، بطبيعة الحال مقديشيو لن تقف صامتة أو مكتوفة اليدين، وسوف يحدث تحرك ما. هل يستطيع أبو أحمد أن يعني يذهب إلى أقصى الدرجات في أنه يدخل في مواجهة مسلحة؟ هو يعلم جيدا قرارات الجامعة العربية والمتعلقة بهذا الشأن، والصومال طلبت من العرب أن يقفوا بجانبها طبقا لاتفاق الدفاع المشترك، طبقا لميثاق الجامعة. طبعا بالنسبة لإريتريا، أعتقد أن إريتريا جيشها قوي ومسلح جيدا وخاض حروبا كثيرة ولديه خبرة كبيرة، فهو سيتردد كثيرا قبل أن يلجأ إلى محاربة إريتريا. لكن الصومال ممكن أن يستغل الأوضاع الداخلية المقلقلة بسبب حرب حركة الشباب ضد الحكومة، ممكن أن يستغلها ويتدخل ضد الصومال، لكن هنا سيفتح على نفسه جبهة جديدة، بينما هو لديه قلاقل كثيرة في إقليم أمهرة وفي الأقاليم كثيرة ومنها إقليم أورومو الذي ينتمي إليه أبي أحمد نفسه، هناك ميليشيات عسكرية كثيرة، الأمر الذي يجعله ليس لديه فائض من القوات لكي يذهب بها إلى دولة مجاورة، بينما الأوضاع في الداخل سيئة من الناحية الأمنية والعسكرية، وبالقطع لا يستطيع مواجهة قوى عربية مشتركة. نعم، لكن 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 يمكن جدا إذا ساءت الأمور أن يزود صومالي لاند بالأسلحة والمستشارين العسكريين لكي تحارب الصومال الأم، وهذا طبعا سيسبب كارثة وسيستدعي تدخل الدول العربية، ليس بالضرورة بإرسال قوات وإنما بالمساعدات بكافة أنواعها للصومال بمقتضى ميثاق الدفاع المشترك. أيضا سيدفع الحكومة الصومالية للرد بإرسال أسلحة وعناصر مسلحة إلى إقليم أوجادين الإثيوبي لتحريض المتمردين هناك على السلطة الإثيوبية ليشتعل هذا الإقليم من جديد، وفي كل الحالات المنطقة ستشتعل ولن يستفيد أحد من هذا سوى الجماعات المتطرفة مثل الشباب وتنظيم القاعدة الذي الشباب المجاهدين تحت وصاياته ويتلقى مساعداته، وهذا سيقلقل أنظمة الحكم من إذا استغل المتطرفون والإرهابيون هذا الوضع في الدول المجاورة كلها، ويهدد طبعا الأمن القومي لدول حتى مصر رغم أنها بعيدة عن إثيوبيا، يفصل بينها وبين إثيوبيا السودان.
طب ولذلك هل تستطيع إثيوبيا، هل يستطيع نظام أبي أحمد يعني في ظل كل الخلافات الداخلية إثيوبية يعني عدم الاستقرار الفيدرالي حتى لإثيوبيا، مش بس الخلافات الإثنية والعرقية والقبلية، هل إثيوبيا قادرة على الصمود أمام كل ذلك؟ يعني أنا أعتقد أنه النظام أضعف أو أكثر هشاشة من أن يصمد بهذه الطريقة، خاصة مع انشغال حلفائه التقليديين، ما فيش حد فضيله. يعني هذه وجهة نظر طبعا منطقية، لكن في عالمنا الثالث أحيانا الحاكم يحتاج إلى افتعال قضية لكي يلتف حولها الشعب. صحيح. بكل فئاته المختلفة، يعني المتحاربة حتى المتنازعة، ممكن مثلما فعل في سد النهضة. صحيح. في عندما التف الشعب بكله حول الحكومة في إنشاء سد النهضة، أيضا يمكن أن يفتعل قضية مع أو حربا مع دولة مجاورة لكي يلتف الشعب حوله وينسى وتنسى الميليشيات مثل أمهرة وأورومو وأوجادين وغيرها الخلافات مع النظام، وتقف طيب صفا واحدا في مواجهة ما تتطلبه بالخطر الخارجي. سؤال أخير أستاذ عطية، هل يعني ترى أو تعتقد أنه أبي أحمد رجل يتعمد إشعال الحرائق لأجل مصلحته الذاتية؟ للأمانة لا، لأنه إذن لماذا أبي يتعمد إشعال حرائق أصلا؟ يعني يتعمد إشعال المنطقة؟ هو أولا يبحث عن ميناء تجاري بصفة دائمة، وهذا يعني يمكن أن يكون له مبرر فيه كدولة كبيرة 110 ملايين. يقدر يروح لجيبوتي، يقدر يروح لمقدشيو. نعم، لكن بالضبط لكن ليس من حقه أن ينشئ قاعدة عسكرية على أرض إقليم ما زال جزءا من دولة أخرى تعارض ذلك. هذه نقطة. هو يبحث طبعا عن مصلحة بلده ورفع شعبيته وكل شيء، ورفع شعبيته الشخصية، ولكن يعني للأسف لا يسلك الطريق الصحيح. يعني هذا على عكس ما فعل في بداية حكمه عندما سوى المشكلة مع إريتريا وسلم لها بلدة بادمي المتنازع عليها على الحدود تنفيذا لحكم محكمة التحكيم الدولية، وكل هذا جعله يعني وحصل على جائزة نوبل للسلام. لكن للأسف الآن هدم كل ما بناه في البداية، وهذا ليس في مصلحته ولا مصلحة الشعب الإثيوبي. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ عطية العسوي الكاتب أنا آسف أستاذ عطية العسوي الكاتب والخبير في الشؤون الإفريقية.